السلام عليكم من زاوية مختلفة، غندير واحد ليلة على لاكورنيش. المهم هذا الجزء الجنوبي ديال قصر البحر، مع الأسف واحد لاتور تآكلت راح داك يبان سيدي بوزيد، أو كنسمو حنا الكورنيش الفوقاني ولا الكورنيش ديال سيدي بوزيد. بعد قليل غنشوفو الكورنيش ديال التحتاني أو كورنيش أمولي. راه كيبان ليكم تما على اليسر القبر ديال سيد الجازولي، احنا كنقولوا ليه سيد السلسولي، والذي يدفن حاليا رفته بمدينه مراكش. نتابع بعد قليل، ما بغيتش نشوف هذا نفوت هذا المناظر هذا. واتذكر انني واحد القناه برتغاليه كانت جات وصوراته على اليسر، كاين الجزء الشرقي ديال قصر البحر راه اللي هو اللي معلق فيه الرايه. في الافق كاين حي سيدي بوزيد وداكشي، الجزء الشمالي من المدينه، العلوه ديال المدينه. ولتحت كنشوفوا ثاني الصور ديال باب الشعبه او باب الشعبه، راه الا حققته مزيان جميل. واحد المناظر تمايا، ما عرفتش واش نقدر نزومي ولا مازال نو ماكسيموم. قبل ما نشوفوا داكشي اللي قلنا عليه، هي خلوة الإمام الصوفي محمد بن سليمان الجازولي، تنقولوا ليه الدارجة السلسولي، لا علاقة له بالسلسولي. الأشغال جارية بكورنيش أموني أو الكورنيش التحتاني، كتبان لكم دابا. كانت واحد القهوة أنا كنسميها السفينة، لن أعلق عليها ولا على صاحبها، ولكن كل الذكريات التي معها التي لي معها كانت سيئة. بالعكس المنظر مطل على البحر وجميل، ولكن لو سيرفيس نو كومنت. واخا مؤخرا شفت واحد الفيديو ديال مولاتي ضرب قافية، ولكن الله اعلم، ما نظلمو حتى شي واحد. احنا نريد ان يكون هذا الوجه الغربي للمدينة وجها جميلا. باي باي السفينة، باي باي مقهى السفينة، باي باي شرب هادي ولا ما تشربش هادي، ولا كاين غالبارد ما كاينش السخون، شبيلاتي ولا مقتلوني محيوني. بون ارى رجع ليا، شوف ليا دور جهه البحر بعدا، نتلو بعدا خلي الناس. انا سيد او المحيط الاطلسي وراهي رد تحسين مرسى ارزيون شويه. غادي تسمعوا الصوت مزيان لان كاين صافي. ما كنتش مش ريحة السلام، ما كنتش راه المرسل على سيدي، راه ديك لاخاليز شي واحد راه غنطيح انا سيدي. ماشي داك الشي كيري بشويه بشويه، كيمياء اللي داخله هنايا تحت داك لي فيك ارستيك، مع كاين هنايا لو كغي مع فيه الكيس كيتاكل بشويه بشويه مع الموج مع